لازم تعطينا تشكيلة للمنتخب تشوفها في الكان في الكاس شكون ناخذهم فان باو فما كما قلت لك لوساتور موجود نصور فاروق باش يكون حارس مرمى سوكي سور على اليمين قلت لك شريدة نتصور بنسبة كبيرة في المحور باش يكون ديلان مرياح ديلان مرياح على اليسار معلول نورمالمون قبل الحدادية بون حدادي في دون ان اوتر كونتكست نجم يكون الحدادي بوركوا با في الوسط في الوسط تعرف المنتخب عنده برشا ملعبش راه نجم برشا حاجات تتبدل موجود الصخيري موجود فرجاني ساسي موجود غين الشعلالي هذم هما بويسك بغياب نتاع بن عمر زاد ممكن يخلي السيكال نتاعو تصور هذو مسخيري موجود سوكياسو ما بين غيلان بنسبة كبيرة هذم هما فرجاني ان شاء الله يكون لباس وزاد كيف كيف ينجم يكون موجود قدام سليتي خزري يوسف اون برانسيب يكونوا موجودين دونك شوف يعني قلت لك راهو عندنا اون تري بون ايكيب ولازم لهنا كيما قلت لك راهو نستناو في التوش نتاع المدرب خاطر على مستوى الاختيارات عنده مارج دو شوا كبير ياسر دونك نستناو باش هو يعطينا يوظف كما يلزم المجموعه الموجوده